مرحبا بكم. اليوم سنتعرف على الأسئلة الخاصة بمجال القراءة في الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي. سنتعرف اليوم على هذه الأسئلة. السؤال الأول وهو تحديد مجال النص. إما أن يكون النص ضمن مجال اجتماعي اقتصادي، أو ضمن المجال السكاني، أو ضمن المجال الفني والثقافي. كل مجال من هذه المجالات لديها ألفاظها الخاصة التي تدل عليها، لأن إذا قرأت النص مرة أو أكثر من مرة من أجل أن تفهمه أكثر، ستستطيع انطلاقا من ألفاظه أن تتعرف في أي مجال ينتمي هذا النص. نبدأ أولا بالمجال الاجتماعي. هذا المجال يهتم بالحياة الإنسانية بصفة عامة، كيف يعيش الإنسان في هذا المجتمع، الفقر، الحرمان، البؤس، أطفال الشوارع، قضايا المرأة، الأسرة المغربية، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، الأشياء الخاصة بالاقتصاد والتطور والحداثة والازدهار، إلى غيره من المواضيع الخاصة بالمجال الاجتماعي. المجال الثاني وهو المجال السكاني. في هذا المجال ستجدون مواضيع خاصة بالبيئة، مثلا التلوث، أسباب التلوث، الحلول الممكنة، الهجرة سواء كانت من القرية إلى المدينة أو هجرة العقول من المدينة إلى الدول الغربية، ما هي نتائج هذه الهجرة، كذلك مواضيع تخص الانفجار الديموغرافي أي ازدياد عدد السكان داخل المدينة وماذا ينتج عن هذا الازدياد في السكان، كذلك مواضيع الخاصة بالأمراض والأوبئة وخطورتها على الإنسان. والمجال الأخير هو المجال الفني والثقافي، وهو الذي يهتم بكل ما يخص المجال الفني، سواء كان موسيقى، مسرح، حكايات شعبية أو خرافية، السينما، فن التصوير الفوتوغرافي، الكاريكاتير، الخط العربي وغيرها من الفنون التي تعرفونها. أما السؤال الثاني فهو يتحدث عن عنوان النص، فإما أن يقول لك أن تختار عنوانا آخر للنص، وتستطيع ذلك إذا قرأت النص وفهمت محتواه، أو أن يخبرك بأن تجد العلاقة بين العنوان وآخر فقرة أو أول فقرة، فهنا عليك أن تفهم أولا تلك الفقرة وما علاقتها بالعنوان، هل هي جواب للعنوان، هل هي مرتبطة بالعنوان، هل هي مخالفة للعنوان، هل هي شرح لما ذكر في العنوان وغيرها في جملة مفيدة ومترابطة. السؤال الثالث وهو الذي يخص المعجم، ويكون عن طريق ثلاث طرق، إما أن تشرح، وإما أن تجد المرادف، وإما أن تجد الضد، سواء من النص أو من عقلك. فانتبه إلى السؤال، إذا قال لك استخرج من النص فإن الجواب موجود في النص، عليك أن تبحث عنه. إذا لم يذكر من النص هذا يعني أنك ستأخذ الجواب من عقلك أنت. الشرح، شرح كلمة، جوابك سيكون عبارة عن جملة لأنه شرح. أما المرادف فعليك أن تجد كلمة تعني نفس الكلمة، كلمة واحدة فقط ليس جملة. الضد هو عكس تلك الكلمة المطلوبة منك، وأيضا جوابها بكلمة. إذن عليك أن تنتبه، إذا طلب الشرح تشرح في جملة، أما المرادف والضد فإن جوابك سيكون عبارة عن كلمة واحدة فقط. السؤال الرابع وهو استخراج الفكرة العامة. إذن بعد قراءتك للنص أكثر من مرة وفهم محتواه، حاول أن تكتب جملة تبين الشيء الذي يتحدث عنه النص لكن دون تفصيل. انتبه، الفكرة العامة لا تفصيل فيها، الذي سيقرأ فكرتك العامة سيفهم موضوع النص، لكن إذا أراد التفاصيل عليه أن يعود إلى النص. أما إذا قرأت فكرتك العامة وفهمت كل شيء ولم أعد إلى النص، هذا يسمى تلخيص. السؤال الخامس وهو تحديد قيمة النص. ما معنى قيمة؟ هي الكلمات التي يتمحور حولها النص وتكون ذات طابع إيجابي. كيف ذلك؟ مثلا التسامح، الأمانة، الصدق، العدل، هذه قيم يدافع عنها نص ما. غالبا ما يكون جواب هذا السؤال بكلمة واحدة تلخص القيمة التي يدافع عنها النص. وفي بعض الأحيان يطلب منك أيضا أن تدرج بعض الأدلة على جوابك، فمثلا لو كان النص يندرج ضمن المجال الاجتماعي ويتحدث عن المرأة المغربية وحقوقها داخل المجتمع، سأقول القيمة التي يتمحور حولها النص مثلا هي حق المرأة في العمل،
الآن سأعطي الدليل وسأقول: ويظهر هذا في قول الكاتب: تخرج المرأة إلى جانب أخيها الرجل للعمل جنبا إلى جنب، ساعية إلى تطوير ذاتها ورفع من شأنها الاجتماعي. وبهذه الطريقة سأكون قد بينت القيمة التي يدافع عنها النص، وكذلك وضعت دليلا على جوابي. السؤال السادس، وهي أسئلة خاصة بالنص، سهلة جدا أجوبتها ضمن النص، عليك فقط أن تستخرجها، كأن يطلب منك استخراج الشخصيات أو كلمة تدل على شيء ما. هذه الأسئلة الهدف منها هو أن يتعرف على مدى فهمك لأفكار النص فقط. السؤال السابع، وهو تحديد نوع النص. نوع النص ماذا يعني؟ يعني الأسلوب الذي اختاره الكاتب ليعرض أفكاره. هل هو يريد أن يشرح شيئا ما، أو أن يحكي قصة، أو أن يصف شيئا ما، أو أن يدافع عن شيء ما؟ ماذا يريد الكاتب؟ فمثلا النوع الأول أن يكون النص نصا سرديا. ما معنى سردي؟ أي نص قصصي. السرد يعني كلام حكي أحكي فيه، شخص ما يحكي والآخر فقط ينصت إليه. إذن يتميز هذا النص السردي بالحكي وسرد الأحداث وفق تسلسل زمني. يتميز أيضا بذكر عناصر القصة، ستجد النص فيه ذكر للزمان، المكان، الشخصيات الرئيسية، الشخصية الثانوية، أحداث القصة، الراوي. كذلك بنية النص تكون على الشكل التالي: إذا تبدأ بداية عادية، ثم تتأزم، ثم تنحل المشكلة. هذه هي بنية النص السردي. يعني إذا وجدتم نصا به هذه البنية، أو فيه ذكر للزمان والمكان، شخصيات، راوي، أحداث قصة، فاعلموا أنه نص سردي. النوع الثاني هو النص التفسيري، ويكون في النصوص المقالية أو العلمية أو التاريخية أو في الموسوعات والمجلات العلمية. الكاتب في هذا النوع من أنواع النصوص يستخدم أسلوبا لكي يشرح الفكرة أو يشرح ظاهرة ما، لذلك تجدونه يتوسع في الشرح. وكما تلاحظون في الخطاطة، مقدمة النص التفسيري تكون عبارة عن سؤال. لماذا سؤال؟ من أجل أن يجيب عنه الكاتب في العرض. إذن هذا سر من أسرار النص التفسيري. إذن في العرض تجدون تفسيرات مختلفة، لأنه يحاول أن يقنع المتلقي بفكرته، لذلك يشرح بطرق مختلفة. والخاتمة تكون عبارة عن خلاصة للفكرة التي يدافع عنها. النوع الثالث هو النص الحجاجي، وغالبا ما نجده في النصوص الأدبية أو خاطرة أو مقالة علمية. وكلمة حجاجي تعني الدفاع عن شيء ما، أدافع عن شيء ما فأعطيك الحجة والبرهان والدليل. إذن يستخدم الكاتب هذا الأسلوب من أجل إقناع المتلقي بفكرته والتأثير عليه. وانتبهوا، إما أن يقنعه بصحة الفكرة أو بخطأ فكرة ما. هذه الخطط ستبين لكم كيفية بنية النص الحجاجي. لابد من طرفين، صاحب الأطروحة والمخاطب أو المتلقي. فمثلا ستجد نصا فيها مثلا أستاذ جامعي يتحدث مع طلاب، صاحب الأطروحة هو الأستاذ الجامعي والمخاطب هم الطلاب الجامعيون. بنية هذا النص فيها حجج كثيرة، ستكون عقلية، علمية، تاريخية، تجارب شخصية. ويستخدم في نصه أدوات تدل على أنه نص حجاجي، كأن يقول لأن، كي، حتى، بناء على ذلك، أو يستخدم أدوات النفي كي يبين خطأ فكرة ما أو يدحضها. إذن هذه بعض الطرق لمعرفة هل هو نص حجاجي أم لا. السؤال الثامن، وهو خاص بإبداء الرأي، وهو سؤال شخصي خاص بك أنت، لك فيه الحرية أن تجيب حسب رأيك أنت، لكن فقط انتبه، جملة مفيدة، وحاول أن تبتعد عن الأخطاء الإملائية، وبطبيعة الحال على الجواب أن يكون عقليا ومنطقيا. نص الانطلاق يقول: أصبحت الصناعة عصب الحياة بجانب كونها ركيزة الاستقلال والحرية، لذا اهتمت بها غالبية الدول وركزت على الصناعات الثقيلة، فبنيت مصانع الحديد والإسمنت ومعامل تكرير البترول ومحطات الكهرباء. وغالبا ما أقيمت هذه المصانع بجوار المدن أو بالقرب منها لعدة أسباب، وأصبحت هذه الصناعات مصدرا للتلوث، فتحولت الصناعة من مصدر للرفاهية إلى مصدر للمشاكل. فنعم السلوك التضامن للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وقد لا يقتصر الضرر الناتج عن تلوث الهواء على المنطقة المحيطة بالمصانع،
بل قد يمتد إلى محيط أكبر من ذلك ليشمل مناطق أخرى في الدولة أو حتى في الدول المجاورة. لذلك فمشاكل التلوث لا يجب أن تعالج محليا فحسب، وإنما على مستوى الكوكب ككل. ولقد فطنت الدول الصناعية منذ فترة طويلة إلى خطورة هذا المشكل، وبادرت إلى اتخاذ إجراءات والقيام ببحوث ودراسات للتخلص من المشكل أو التخفيف منه على الأقل، كما تنبهت هيئة الأمم المتحدة وعقدت مؤتمرات وأصدرت توصيات تنبه الحكومات إلى مدى خطورة هذا المشكل. فيا أيها الإنسان، هل تعلم أنك تدمر نفسك بنفسك؟ هذا النص مأخوذ من مجلة العربي العدد 187، أحمد خالد علام بتصرف. ما معنى بتصرف؟ أي أن كاتب هذه الفقرة هو أحمد خالد علام، لكن تم تغيير أشياء فيها، أي بتصرف. بعد قراءتك للنص أكثر من مرة، حاول أن تجيب على الأسئلة التالية، وفيما بعد سنقوم بالتصحيح مع بعضنا البعض. السؤال الأول: اختر المجال المناسب للنص، هل هو اجتماعي أم فني أم بيئي؟ السؤال الثاني: اقترح عنوانا مناسبا للنص، اقترح أي أنك أنت من سيكتب عنوانا للنص. ثالثا: اشرح بالمرادف، أي أنك لن تشرح بجملة، لن تعطي معنى الكلمة بجملة، وإنما ستكتب كلمة أخرى تعني نفس الكلمة المطلوبة منك أن تشرحها بالمرادف. بادرت وفطنت، ابحث عنها في النص أولا وقرأها داخل تلك الجملة كي تفهم معناها. رابعا: استخرج الفكرة العامة للنص، وانتبه بدون تفصيل، إنها فقط فكرة عامة للنص. خامسا: أوجد 4 ألفاظ دالة على مجال النص. إذن بعد أن علمت من السؤال الأول المجال المناسب للنص، الآن عليك أن تبحث عن الكلمات التي تدل على هذا المجال. سادسا: اقترح حلا للحد من ظاهرة التلوث. وحين كان السؤال باقترح، يعني أن الجواب من عقلك وليس من النص. سابعا: أبرز قيمة من القيم التي يتضمنها النص. إذن النص يحتوي على قيم كثيرة، لكن ما هي القيمة البارزة والمهمة التي دفع عنها النص؟ ثامنا: ما رأيك في القضية التي يعالجها صاحب النص؟ إذن الشيء الذي يتحدث عنه النص ويدافع عنه، ما رأيك فيه؟ هل أنت معه أم أنت ضده؟ إذن حاولوا أن تجيبوا على هذه الأسئلة، وسنلتقي فيما بعد من أجل تصحيحها. حظ موفق لكم جميعا، وإلى اللقاء.